عرفجه بن هرثمة عندما سمع بالنبي صلى الله عليه وسلم انتقل وأسلم قبل الفتح. وهنا مسألة مهمة راح نجدها في القصة، لماذا نذكر أنه أسلم قبل الفتح؟ لأنه يعتبر من المهاجرين، فالأشخاص الذين أو الصحابة الذين أسلموا ولحقوا بالنبي صلى الله عليه وسلم في المدينة قبل الفتح يعتبرون من المهاجرين. بعد ذلك بدأ يغزو مع النبي صلى الله عليه وسلم في غزواته، فهو من الصحابة ويعتبر من المهاجرين. بعد ذلك عندما وقعت الحروب في الجزيرة العربية وفي زمن أبي بكر الصديق رضي الله عنه، وفي زمن أبو بكر الصديق رضي الله عنه وقعت حروب المرتدين، فعندما وقعت حروب المرتدين أرسل أبو بكر الصديق رضي الله عنه مجموعة من الجيوش في الجزيرة العربية. هذا عرفجة بن هرثمة أرسله لقتال المرتدين في عمان، وبعد ذلك بعدما أعادهم وانتصر عليهم في عمان انتقل إلى اليمن، فانتصر عليهم هذا المرتدين. وأثر شخصية مهمة جدا، أثر طفل وهو المهلب بن أبي صفرة. أخذ الأسرى عرفجة بن هرثمة ثم اتجه بهم إلى أبي بكر الصديق. لما اتجه بهم أبو بكر كان عنده فكرة، وهو أن المرتدين يجب أن يقتلوا، لكن هذه الفكرة عرضها عمر بن الخطاب رضي الله عنه. وعندما كان موجود في الأسرى اللي هو المهلب بن أبي صفرة وعلم بما ينوي عليه أبو بكر، قال أما هذا الصبي، قال أما هذا فإن شئتم أن تقتلوه فاقتلوني مكانه. قالوا لما؟ قال والله إن طال بكم أمد لترين هذا يقود ويسود قومه ويكون له فتوحات عظيمة. طبعا هذا المهلب بن أبي صفرة بالفعل كما تنبأ به عرفجة بن هرثمة أصبح من أهم القادة في الإسلام، بل إنه استطاع أن يغلب الخوارج الأزارقة وغيرهم من الذين حاولوا عندما وقعت الاضطرابات السياسية في الدولة الإسلامية، هو الذي منع الخوارج من أن ينتشروا وقضى عليهم في كثير من المعارك، ثم اتجه إلى خراسان وإلى شرق آسيا وكانت له فتوحات كبيرة ويعتبر من أعظم وأهم القادة الذين كانوا لهم فتوحات كبيرة. تنبؤ وتوقع عرفجة بن هرثمة كان في محله عندما يعني تنبأ بالمهلب بن أبي صهرة، بالفعل كان كلامه صحيح.